الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه سبحانه جل شأنه. تكلمنا في خطبة سابقة عن حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وتناولنا فيها المقطع الأول وهو لا عدوى، وهي تعني أن المرض أو الوباء لا ينتقل بقوته الذاتية، ولكن ينتقل بقدر الله. ومع إيمان المسلم بأن الأمر كله بيد الله، فإنه مأمور بالأخذ بالأسباب. وفي ذات الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. والجذام هو مرض خطير ينتقل بالقرب من المرضى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفرار من المجذومين كالفرار من الأسد، وهذا أخذ بالأسباب. فالمؤمن مأمور بالأخذ بالأسباب مع عدم التوكل عليها والاعتماد عليها، بل إنه يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، ويعلم علم اليقين أن النافع الضار هو الله وحده جل جلاله. ونأتي إلى المقطع التالي في الحديث وهو ولا طيرة. والطيرة مأخوذة من التطير وهو التشاؤم، وقد كان الناس في الجاهلية إذا هموا بالأمر أتوا بطير وأطلقوه، فإن طار ناحية اليمين استبشروا ومضوا في طريقهم، وإن طار ناحية اليسار تشاءموا ورجعوا عن هذا الأمر. ومن العجيب أنه في المجتمعات التي تدعي أنها تقدم العلم على الخرافة، تجد أن التشاؤم والتطير موجودا بقوة. فمن الشائع الذي نراه في حياتنا اليومية أن نرى التشاؤم من الرقم 13، فعندما تدخل المصعد في بعض البنايات تجد زرا للرقم الطابق 12 والرابع عشر، ولا تجد زرا للرقم 13 تشاؤما منه. وكذلك تتشاءم بعض الشعوب من الرقم 4 ويعتبرونه رمزا للموت. وقد يتشاءم خاطب أو مخطوبة في بعض البلاد العربية من كسر الأكواب أو الفناجين، ويجعلون ذلك سببا في عدم إتمام الزيجة. وقد يتشاءم البعض من البومة أو القط الأسود أو السلم المعلق على الجدار أو صوت نعيق الغراب أو الحذاء المقلوب. وبعضهم يتشاءم من رفة العين، ومنها التجار الذين يتشاءمون أن يردوا شخصا في أول اليوم خشية أن يكون اليوم كله شؤم. وكل ذلك منهي عنه. وكذلك من الشهير في بلاد الغرب التشاؤم من يوم الجمعة إذا وافق اليوم 13 في الشهر، فترى بعض الناس لا يذهبون إلى العمل في ذلك اليوم، وقد لا يغادرون بيوتهم أيضا. وكان العرب قديما يتشاءمون من شهر صفر، فأبطل الإسلام ذلك. وقائمة الأشياء التي يتشاءم منها الناس تطول وتقصر باختلاف الثقافات والمجتمعات، ولكن خلاصة الأمر أن الطيرة والتشاؤم هي من الشرك بالله، وهي من كبائر الذنوب التي قد تقود الإنسان إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ومما يتهاون فيه الكثيرون ويعتبرونه من التسلية صفحة الأبراج أو حظك اليوم أو الهوروسكوب، وفيها يمكن أن يتفاءل الشخص أو يتشاءم بناء على ما يقرأ فيها، وقد يغير خطط يومه بناء على ما يقرأ، وهذا إثم عظيم وشرك بالله قد يتسرب إلى النفوس بغير أن نشعر. وهذا الأمر يأتي في حكم من أتى عرافا أو كاهنا. وجاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وإسناده صحيح. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالحذر الحذر من ذلك.
وهناك بعض الناس إذا خافوا على أنفسهم أو أبنائهم من العين أو الحسد علقوا لهم تميمة أو خرزة زقاء أو كفا أو نحو ذلك، وهذا أمر لا يجوز، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علق تميمة فقد أشرك. والبديل عن تعليق التمائم هي المواظبة على قراءة المعوذات، وهي آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الناس وسورة الفلق، والإكثار من ذكر الله عز وجل. إن الإنسان في حياته اليومية يحتاج إلى اتخاذ قرارات مصيرية لا يعرف عاقبتها، فقد يكون مترددا في اتخاذ قرار بالزواج أو الطلاق أو شراء بيت معين أو سيارة أو أن يترك وظيفة أو أن يبدأ عمله الخاص. وبعض الطلبة محتار أن يدرس في جامعة معينة أو أن يسافر أو يهاجر إلى مكان ما. ومن رحمة الله بنا كمسلمين أن جعل لنا بديلا شرعيا يغنينا عن التطير والتشاؤم، ويجعلنا نمضي في حياتنا ونحن مطمئنين واثقين باختيار الله لنا. هذا البديل هو صلاة الاستخارة، وهي ركعتين من غير الفريضة يصليها المسلم الذي يريد أن يشرع في عمل لا يعلم عاقبته، ثم يدعو بدعاء الاستخارة، ثم يتوكل على الله ويمضي في إنجاز حاجته. فإن يسرها الله له ففيها الخير إن شاء الله، وإن صرفها فالخير في صرفها. من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسمي حاجته: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وخلاصة الأمر: عقيدة المسلم هي أن المرض لا ينتقل بقوته الذاتية ولكن ينتقل بقدر الله، وعلى المسلم أن يأخذ بكل الأسباب التي تبعده عن الإصابة بالمرض، وعندما يأخذ بالأسباب لا يعتمد عليها بل يتوكل على الله لكي يحفظه ويحميه. وكذلك التشاؤم والطيرة هي من كبائر الذنوب، وقد تصل إلى درجة الشرك بالله، فالمسلم لا يتشاؤم من أرقام أو أزمنة أو أشخاص، وإذا وقع في قلبه شيء من ذلك رغما عنه فلا يرجع عن وجهته، وليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والمؤمن لا يذهب إلى العرافين ولا إلى الدجالين لكي يخبروه عن المستقبل، سواء كانوا أشخاصا حقيقيين أو أبوابا في صحف أو مجلات أو مواقع إلكترونية عن الأبراج والحظ والمستقبل، فلا يعلم الغيب إلا الله. وكذلك فالمؤمن لا يعلق تميمة ولا خرزة زرقاء ولا كفا، ولكن إذا خاف على نفسه أو أحبائه فإنه يواظب على قراءة المعوذات والإكثار من ذكر الله عز وجل. ومن الهام جدا أنه إذا هم المؤمن بالأمر أن يصلي ركعتين ويصلي صلاة الاستخارة، فإن لها أهمية كبيرة جدا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، ودعاك فأجبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.